أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، تحية النعمة والمحبة في شخص ربنا يسوع المسيح. بصلي اليوم أنه ربنا يبارككم، يعطيك الصحة والعافية والقوة، وربنا هيك يشفي كل ضعف وكل مرض ويسدد كل احتياج في حياتكم. تعرفوا لما بتبعتوا طلبات صلاة احنا بنهتم بكل طلبة، وعاوز أقولكم أنه في جيش من المصلين اللي بيصلوا من أجل احتياجات الصلاة. من حوالي نص ساعة وصلني طبعا رسالة صوتية من شخص، كنا نصلي لطفل عمره 7 سنين مصاب بالسرطان، واتصلوا فيه يقولوا أنه لما رجعوا فحصوا الأطباء اكتشفوا أنه الرب شفاه بالكامل من مرض السرطان. مجدا للرب، كل التسبيح وكل التمجيد للرب يسوع المسيح. عاوز أقول لكل المشاهدين أنه إلهنا حي، بيتواصل وبيتفاعل، بيسمع احتياجاتنا وبيسمع صلواتنا، وأكيد ببارك طلباتنا. اليوم أنا راح أتكلم عن آية موجودة في أخبار الأيام الثانية إصحاح 20، وهي كانت في أيام الملك يهوشافاط الملك الصالح في عينين الرب ملك يهوذا. قال هذه العبارة: ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. فعلا هاي صلاة شخص متقي الله، يؤمن بوجود وحضور وقدرة الله، يعتمد على حكمة الله وثابت في شخص الله. يهوشافاط كان ملك صالح، فعل ما هو مستقيم في عيني الرب. بعض الأخطاء اللي ارتكبها انه صاهر بيت الملك أخاب الشرير، وأيضا عمل حلف مع أخاب حتى يحارب أرام، لكن هو بيتكلم على حرب تانية، على معركة تانية، على وشك انه يحارب بني عمون ومؤاب، وكانت الجيوش منتشرة في كل مكان. ولما شاف المنظر يهوشافاط ارتعب وخاف، لانه ادرك انه يعني هو امام هزيمة ساحقة. لكن رجل الله يعرف عند المواقف ولا يرتبك، يؤمن بإله صالح وبإله حي. فطبعا في تحديات بواجهها، التحديات الداخلية انه لازم يعمل اصلاحات دينية، ولازم دايما يرجع الشعب لكي يعتمدوا على الله ويؤمنوا بالله انه هو الإله الحقيقي، وانه الله هو اللي قادر انه يساعد. وفعلا اكيد كان في محضر الله وكان بيصلي، والرب أرسل نبي في تلك الأيام، نبي حزائيل، وهذا النبي قال هذه العبارات: لا تخافوا ولا ترتاعوا، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب. فطبعا هذه كلمات مشجعة، كلمات مشجعة جدا. ثم يقول الكتاب: وكانت هيبة الله على كل الممالك، كل ممالك الأرض. بعدين في آية تانية مكتوب: أراحوا من كل جهة. يعني هاي الراحة والاستقرار والسلام الداخلي والخارجي من كل ناحية. يهوشافاط على وشك معركة كبيرة جدا، لكن مش عارف شو يعمل. حكمته البشرية ابتلعت، وكل المشورات بتدل انه هو امام جيش عظيم، جيش ساحق جدا. فطبعا النبي شجعه انه الحرب لله، وانه الله هو اللي راح يحارب عنكم. وهون بيكلمنا عن الاتكال الكامل على قدرة الله، ومن ناحية تانية بيكلمنا عن الثبات الكامل في مشورة الرب. يعني امن بكلام النبي، وانه فعلا تشجع ولم يخاف، وانه فعلا وثق في مواعيد الرب انه الله هو الذي يحارب عنكم، وايضا استسلم
بالكامل لحكمة الرب. طبعا مش بالعدد ولا بالكثرة ولا بالقوة العسكرية ولا بكل الإمكانيات الموجودة، بالعكس كان حط فرق مسبحين ومرنمين، وهذا إن دل على شيء بدل على هتاف النصرة. هذه الحادثة أحبائي بتعلمنا أنه لا نعتمد على الجسد ولا نعتمد على حكمتنا ولا نعتمد على قوتنا في المواقف الصعبة، لكن نثق بمشورة وإرادة وحكمة الله بالكامل. هل فكرت بالكلمات ما قاله الملك يهوشافاط؟ قال لسنا لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. بتشبه المزمور 121 عندما قال المرنم أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. وكمان في مزمور 123 مكتوب إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. أحبائي كثير مرات بنواجه كل أنواع التحديات وكل أنواع التجارب وكل أنواع العواصف، ويمكن حالنا بيكون مثل بطرس، بدل في وقت العاصفة والأمواج بدل مركز عينيه على يسوع ابتدى يتطلع على الطقس وعلى المطر وعلى الهواء وعلى العواصف فابتدى يغرق. تعرفوا النظر إلى الأمور المحيطة بتخلينا نغرق في هذه الحياة، بل بالعكس منغوص في أوحال هذه الحياة، وبدل ما إنه نركز نظرنا على الله بتصير نركز نظرنا على الظروف وننهزم إزاء وأمام هذه الظروف. أو ممكن نقول لا نعلم ماذا نعمل بل نحوك أعيننا، ما عنديش الحكمة، ما عنديش القدرة، ما عنديش المشورة، أنت العالم بكل شيء، أنت القادر على كل شيء، وأنت اللي بتحول كل الأمور إلى خير وإلى حلاوة. تعرفوا أحبائي الكتاب المقدس بعلمنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، ثم يعلمنا الكتاب أيضا ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى، لأن الأمور التي ترى وقتية وأما الأمور التي لا ترى فأبدية. فإذا أحبائي خلينا نركز نظرنا على يسوع، وأنا بتتكلم على الثقة الكاملة في مواعيد الرب. لا نعلم ماذا نعمل لكن بعرف وين المصدر، نحوك أعيننا، وعندما أنظر إلى العلاء يترأف علي الرب ويستجيب طلباتي ويستجيب صلواتي أيضا. تعرف أحبائي واحد من رجال الله العظام موسى مكتوب عنه بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى. تعرف إذا أنت بتطلع على الظروف رح تشوف الظروف الصعبة، ونحن غير ناظرين في مرآة بل نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. لما بتركز نظرك على المسيح بتقول معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. أنا ما بعرف شو ظروفك اليوم، يمكن أنت عم بتشوف العواصف من كل ناحية والتجارب من كل ناحية والصعوبات والضربات عليك من كل ناحية، وحاسس أنك أنت في حرب روحية شرسة جدا، وعم تشعر بالانهيار بالإحباط بالكآبة بالفشل، محاط بالانزعاج بالمخاوف بالقلق. كلمة واحدة، ارفع عينيك لفوق قل له يا رب يا رب ما إلي غيرك. ممكن تقول مثل المرنم انظر إلى ذلي وتعبي واغفر جميع خطاياي.
انظر إلى يسوع، ألم يقل الكتاب التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض؟ ألم يقل الكتاب نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل؟ بحب أشجعك اليوم، يمكن مش عارف شو بتعمل، محاط بالأعداء من جوا من برا بكل أنواع الصعوبات والمصايب، تعال هيك حلها مرة واحدة وفكها مرة واحدة، قل له يا رب ما إلي غيرك، انظر إلى وضعي وتأكد إنه الرب رح يجي لحياتك. إذا في خطية اعترف وتوب عنها وسلم حياتك ليسوع المسيح، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، أنا اليوم بدي أتوجك، أنت يا رب تكون ربي سيدي مخلصي وملكي، وتأكد إنه الله بيجي لحياتك. إذا الرب كلمك شاركنا، وإذا محتاج لصلاة اكتب، وإذا بتحب تكون شريك معنا بالخدمة اعمل شير لهذا الفيديو، والرب يكافئك ويباركك. إلى خدمة أخرى الرب يكون معك.